إذا رجعنا إحنا مرة أخرى ومرة أخرى كمان دكتور سند بنرحب فيك مرة ثانية. انضمت لنا الآن لأنه فعلاً وإحنا ماشيين من هذا الممر شفنا بعض الإبداعات بالإضافة لكل الإبداعات اللي موجودة من ناحية لما فعلاً حكينا هذه أيقونة معمارية بما يتعلق بالتصميم والبناء، وحضرتك أيضاً دكتور كنت مشرف بشكل مباشر على هذا التصميم. استهوتنا كثير هذه اللوحات اللي موجودة أمامنا وعرفنا إنه في من وراها قصص جميلة لفنان تشكيلي وأطفال شاركوا بهذه اللوحات من مجمع فرح. صحيح. هلا احنا الهدف كمامر من مجمعنا انه ندمج كافة أطياف المجتمع بمستشفانا، فيكون في بصمة لكل فرد من أفراد المجتمع. فالبصمة هاي اللي هي بصمة عبق اللون نسميها للفنان صديقنا سهيل بقاعين. صحيح. فالعبق اللون هي للأطفال المكفوفين عندهم درجة معينة من عدم المقدرة على البصر أو ضعف عن طريق حاسة الشم. فالأحمر بيكون ريحة الفراولة فبعرف أنه هذا أحمر. الأصفر ليمون، الأخضر يا ملوخية يا جرجير مش عارف. يعني واحد منهم.